خليها على الله على الله. تراجع الخدمات الصحية، من المسؤول؟ هذا أحمد. بالنسبة للموضوع الخدمات الصحية المتراجعة، إحنا مشكلتنا بالمراكز الصحية وحتى المستشفيات إنه المسؤول المباشر كان مدير صحة ولا وزير، ما في رقابة، يعني ما في محاسبة. كل في الكوادر بتلاقي بقريب الطوارئ، مستشفى الأميرة بكرة مثلا غير بجلة، تلاقي عندك 100 مريض برا بالطوارئ وفي عندك دكتور واحد جوا. الدكتور عشان يلحق. صحيح. مستشفى البشير. نعم. في قسم للعناية في القلب اللي هو CCU بس ما انفتح قسطرة. لو سألنا حالنا هذا السؤال، ليش؟ ليش ما فيش قسطرة؟ ليش احنا عمالة بنحول شهري، مش يعني بشغل يومي، شهري حالات مش طبيعية على الجيش وعلى الخاص عشان يعملوا قسطرة؟ ليش؟ لأنه حمزة مش ملحق علينا 100%. هاي شغلة. الشغلة الثانية ليش عمال الشباب بيطلعوا؟ ليش الأطباء بروحوا على الخليج وبروحوا بيجوا هون؟ ليش؟ لأنه ما في مردود مالي يعني بيضمن له حياة كريمة هون. كمان سيدي ما فيش مردود مالي يضمن لك حياة كريمة. صحيح. انت هل تعلم سيدي انه وزير الصحة الحالي او الأسبق كان في خطة انه يندفع 200 مليون سنوي عشان شراء خدمات من القطاع الخاص؟ انا 200 مليون سنوي على مدار 3 سنين بعمل فيهن 3 مستشفيات مركزيات فيهن كل شيء بحل كل المشكلة. هذه مسؤولية وزير الصحة تحديدا، اللي هو لازم يشيل هذه كل متطلبات وزارة الصحة وحطها على طاولة مجلس الوزراء. تعالوا يا عم، أنا ليش موازنتي لم تزد منذ 10 سنوات؟ هي بينما زاد عدد المراجعين للمستشفيات الحكومية، عدد السكان 33%، كيف أنا ما بتزيدش؟ طبعا لا نلوم الكوادر، الكوادر قاعدة بتقوم بأكثر شيء ممكن لها، لكن أحيانا في تجهيزات غائبة، أحيانا بكون مباني بدها صيانة ماكلة هوا، احيانا بكون في عندك ما فيش مكان للاسره زي ما شفنا امبارح كل يوم طبعًا. وبنسمع عن اعتداء على الاطباء. ليش؟ لان والله في الخدمات المقدمه كانت رديئه. مش ذنبهم للاطباء، لكن ذنب السيستم الموجود في نظام المستشفى. لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل جرس التنبيهات.